بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون من كتاب الكافي الشريف الحديث السابع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه فأوصاني بأشياء في غسله وفي كفنه وفي دخوله قبره فقلت يا أباه والله ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن منك اليوم ما رأيت عليك أثر الموت فقال يا بني أما سمعت علي بن الحسين عليه السلام ينادي من وراء الجدار يا محمد تعال عجل ذكرنا في الحلقات الماضية أن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى قد يظهر على بعض غيبه من ارتضى من رسول وعن طريق الرسول يخبر عامة الناس عامة الناس او بعضهم وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام محدثون الله سبحانه وتعالى قد يخبرهم عبر تحديث الملك اياهم او عبر الالهام فيطلعون على أمور لا يعلمها سائر الناس. فهو تعليم من ذي علم. ومن جملة ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وآله بما كان وما يكون وما هو كائن. ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بذلك ومنه انتقل إلى سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ومما يكون وقت الوفاه نحن لا نعلم وقت وفاتنا عاده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وقد يخبر رسوله او اولياءه بذلك ف القاعدة العامة هي عدم العلم بزمان الموت، ولكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن طريق رسول الله صلى الله عليه واله أخبروا بما يكون، ومما يكون وفاتهم، وتاريخ وفاتهم، وكيفية وفاتهم. في هذا الحديث وهو الحديث السابع بيان أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن هذا اليوم سيقبض، لأن الإمام الباقر سم فمرض، لأن أجساد الأنبياء والأئمة تركيبتها تركيبة بشرية، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن الله سبحانه وتعالى مع انه جعلهم بشرا فضلهم بفضائل من جملتها انه عصمهم انه علمهم انه اوحى الى انبيائه الهم اولياءه وهكذا فلذلك السم يؤثر فيهم كما يؤثر في غيرهم فالامام الباقر عليه الصلاه والسلام اثر السم فيه في اليوم الأخير تحسنت حالته، لأنه أحياناً الإنسان الجسم البشري يقاوم المرض، فأحياناً المرض يشتد وأحياناً المرض يخف، لكن يبقى المرض كامناً خاصة إذا كان مرض الموت، والإنسان أيضاً كما هو معلوم قد تكون له صحوة الموت يعني قبل الموت يصاب بصحوة حاله يتحسن أحيانا حاله تتحسن أحيانا على كل حال فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يمرض أباه الإمام الباقر فهنا الإمام الباقر أوصى ابنه الإمام الصادق بأشياء في الغسل في الكفن في كيفية إدخاله إلى القبر فطبعا هكذا وصيه من مريض يخشى عليه كانه قد شعر بموته، فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: فقلت يا أباه، والله ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن منك اليوم، من اليوم الذي بدأ مرضك، حالتك كانت حالة مثلا مرضية شديدة، لكن في هذا اليوم أراك أحسن حالا من تلك الأيام الماضية فكأنه مثلا تفأل ببرئه من ذلك المرض ما رأيت عليك أثر الموت فقال يا بني أما سمعت علي بن الحسين يعني والد الإمام الباقر ينادي من وراء الجدار يا محمد تعالى عجل يعني الإمام زين بن العابدين عليه الصلاة والسلام كان قد حضر ويخاطب ابنه الإمام الباقر بأن يعجل زين فلذلك الإمام الصاد الإمام الباقر كان يعلم أنه قد حانت منيته أسأل الآن سؤال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان قد توفاه الله سبحانه وتعالى قبل سنوات طوال وأيضا بالسم استشهد فكيف حضر وكيف نادى ولده الإمام الباقر في ساعة احتضاره؟ تعال عجل الجواب على ذلك أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأذن ويعطي هذه القدرة لروح الإمام زين العابدين بالحضور. الإنسان حينما يموت الموت ليس هو نهاية كل شيء، وإنما الموت انفصال الروح عن الجسد انفصالا كاملا، لأن الروح تنفصل عن الجسد في حالتين، الحالة الأولى في حال النوم، هذا الانفصال انفصال جزئي، لكن تبقى علقتها مع الجسد باقية. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. هذه حالة وحالة أخرى انفصال كامل للروح عن الجسد، وهو الذي يعبر عنه بالموت، فروح الإنسان لا تموت إلى يوم نفخ الصور، وهذه الروح إما منعمة وإما معذبة، فإذا أن يحضر الإنسان بروحه هذا قد دلت عليه أدلة كثيرة من الروايات. الإنسان المؤمن بعد وفاته يؤذن لروحه أن تمر على داره، لأن الإنسان بعد الموت وفراق الأحبة يحن إليهم الإنسان المؤمن، فالله سبحانه وتعالى يأذن له بأن يحضر إلى بيته، الروح تحضر. أهل الدار وأهل الميت لا يشعرون بذلك، لأن الروح جسم لطيف لا يمكن الإحساس بها عبر الحواس الخمسة، مثل الملائكة، الملائكة موجودون الآن كل واحد منا تحف به الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأيضا الشياطين انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن نحن لا نشعر لا بالملائكه ولا بالشياطين، لماذا؟ لان حواسنا قاصرة عن ادراك اجسامهم اللطيفه. زين، هؤلاء من عالم الغيب، حتى من غير عالم الغيب، الان هذه الغرفه مثلا، هذه الصاله، هذه الاماكن، وكل مكان مليئة بالامواج الاذاعية والتلفزيونية والفضائية وامواج الهواتف النقالة وغيرها، وهذه اجسام هذه الامواج لكن اجسام لطيفة، نحن لا نشعر بها، لماذا؟ لان اجسامنا ليست مزودة بأجهزة أجهزة لاستقبال هذه الامواج، مثل واحد مثلا اعمى لا يرى هذا لا يرى الاشياء، لماذا؟ لأن عينه ليست مجهزة بحيث تستقبل الأمواج الضوئية، أو الأطرش هذا لا يسمع، لماذا؟ لا لعدم وجود الأمواج الصوتية، وإنما لأن أذنه فيها خلل ليست مهيئة لاستقبال الأمواج الصوتية، وهكذا، زين، فالروح حية. اما معذبه واما منعمه واذا مستضعف ملهى عنها وهذه الروح تحضر المؤمن روحه تحضر بعد وفاته الى اهله في الحديث موجود انه اذا كان اهله في مسرة يراها فيسر بذلك لكن اذا كانوا في حاله شديده كان يعترضهم ما يسوؤهم الله سبحانه وتعالى يجعل حجابا بينه وبين أن يعلم بما يسوءهم مثلا أصابتهم فقر شديد فقر شديد أصابهم أصابهم مثلا مصيبة كبيرة لا يعلم بذلك لئلا يحزن عليهم فالروح تحضر لكن نحن لا نتمكن من رؤية تلك الروح ولا الإحساس بها الإنسان حين احتضاره في لحظة الاحتضار الله سبحانه وتعالى يجعله بكيفيه يتمكن من رؤيه ذلك العالم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، المحتضر في لحظه وفاته يرى ملك الموت، الذين اطراف المحتضر لا يرونه، لانهم ليست لهم اجهزه استقبال ليشعروا بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يزود الميت في تلك اللحظه بهذه الاجهزه. او كانت هذه الاجهزه موجوده عليها حاجب، الله سبحانه وتعالى يرفع ذلك الحاجب. زين يرى ملك الموت، يرى رسول الله صلى الله عليه واله، يرى امير المؤمنين عليا عليه السلام، يرى الملائكه، يرى الشياطين. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا فيراهم لان الله سبحانه وتعالى زوده بادوات الرؤيه وسماع اصواتهم. اذا الله سبحانه وتعالى شاء ان واحد من الاحياء ليس في لحظه الموت قبل لحظه الموت ان يستمع وان يرى الأرواح ويستمع إلى أصواتهم فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، صحيح هذا يرتبط بحالة إعجازية والذين يدعون أنهم استمعوا إلى الأرواح، أحضروا الأرواح، رأوا الأرواح هذه كلماتهم لا تصدق لأن هذه حالة من الغيب وحالة تحتاج إلى إعجاز بالطرق الطبيعية لا يمكن ذلك فاذا اذا الله سبحانه وتعالى شاء يكرم احد اوليائه من الانبياء او الائمه لكي يروا ذلك العالم فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وليس بعاجز فان يكون الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام حضر بروحه والله سبحانه وتعالى اكرم وليه الامام الباقر ليراه او ليستمع الى صوته فلا مانع من ذلك، هذا اولا. وثانيا دلت الادله الصحيحه المعتبره كما يقول العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب بحار الانوار. يقول لكن مع ورود الاجسام المثاليه في الاخبار المعتبره المؤيده بالاخبار المستفيضه لا محيص عن القول بها اخبار متعدده مستفيضه دلت على ان الانسان حينما يموت تنفصل روحه عن جسده زين هذا الجسد العنصري اللي هو مركب من عناصر التراب من عناصر الارض هذا الجسد العنصري يموت لانفصال الروح عنه، ثم يتحلل يرجع إلى ما كان عليه من عناصر التربة. أما الروح الله سبحانه وتعالى يخلق جسدا مثاليا. جسد مثالي يعني شنو؟ يعني جسد لطيف لا يمكن الشعور به بواسطة أدوات السمع والبصر العادية. التي نمتلكها نحن. فالله سبحانه وتعالى ينقل هذه الروح الى ذلك الجسد المثالي. والانسان في ذلك الجسد المثالي ياكل ويشرب ويتنعم ان كان مؤمنا، ويعذب ان كان كافرا الى يوم القيامه، فاذا حان يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يجمع عناصر الجسد العنصري الذي كان مع الإنسان في حياته الدنيوية وينقل الروح إلى ذلك الجسد، فلذا يكون المعاد جسمانيًا. أما في البرزخ فالروح مع الجسد المثالي. في عالم الآخرة، الروح مع الجسد العنصري الذي كان في هذه الدنيا، طبعًا تفصيلة أن الطينة الأصلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى إما من عليين إما من سجين، فتلك الطينة الأصلية تبقى إلى يوم القيامة فيعاد الروح إليها، هذا تفصيله في وقت آخر إن شاء الله حينما نصل إلى الأحاديث المناسبة. فيمكن أن يكون كذلك أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام حضر بجسده المثالي. وأيضا يمكن أن يكون حضر بجسده العنصري الله سبحانه وتعالى يميت أولياءه إنك ميت وإنهم ميتون لكن الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائهم بأجسادهم نفس الأجساد العنصرية عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بإذن الله يحيي الموتى يعني نفس هذا الجسد الذي كان للإنسان قبل موته ومات خرجت الروح من هذا الجسد عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله يرجع الروح إلى نفس ذلك الجسد وهذا الميت يحيى بإذن الله سبحانه وتعالى إذا عيسى بإذن الله يتمكن من فعل ذلك لأن الله أذن له والله قادر على ذلك إذا الله شاء أن يحيي الموتى كما أحيا ذلك الذي مر على قرية وليس الله سبحانه وتعالى أحياه عزير وإنما أحيا حماره أيضا وانظر إلى حمارك إذا الله سبحانه وتعالى قادر على أحياء الأموات في الدنيا في الآخرة لذا بحث الرجعة البعض يشنعون عليها والبعض مثلا يؤولونها لا هذه اثبات لقدره الله سبحانه وتعالى وما جرى في الامم السابقه هذه احاديث صحاح ترويها العامه في كتبهم ايضا ما جرى في الامم السابقه يجري في هذه الامه ايضا حذو القذه بالقذه زين من الاشياء التي جرت في الامم السابقه احياء الاموات ففي هذه الامه ايضا أن يجريها الله سبحانه وتعالى بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا محذور فيه لا عقلا ولا شرعا، ودلت الأدلة المعتبرة على الرجعة، وكما ينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن هناك أكثر من مائتي رواية في أربعين مصدرا، يعني مسألة الرجعة مسألة متواترة ولا حاجة إلى تأويلها. بعد صراحتها في ذلك، وإثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. زين الله سبحانه وتعالى يرجع الروح إلى جسم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما المانع في ذلك؟ فالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يسمع إلى صوت الإمام زين العابدين بعد استشهاد الإمام زين العابدين. فإما يسمع صوته عن طريق روحه أو عن طريق جسده المثالي أو عن طريق جسده العنصري، لا محذور في ذلك. الحديث الثامن وهو آخر أحاديث هذا الباب الشريف عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال: أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض ثم خير النصر أو لقاء الله. فاختار لقاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قدر استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يكرم اولياءه. ومن اكرام ال... من اكرام الله سبحانه وتعالى للامام الحسين عليه الصلاه والسلام انه في يوم عاشوراء أنزل عليه أربعة آلاف ملك. هم الملائكة الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى يوم بدر. فكان النصر للمسلمين حينما أنزل الله سبحانه وتعالى أربعة آلاف ملك في تلك الغزوة، وتفصيل تلك الغزوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. في غزوة أحد الله سبحانه وتعالى وعدهم بإرسال خمسة آلاف من الملائكة، لكن بشرط بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، لكنهم خالفوا الشرط لم يصبروا ذهبوا إلى جمع الغنائم ولم يتقوا فروا من الزحف فالله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم الملائكه، لكن في غزوه بدر لم يخالفوا، صبروا واتقوا فالله سبحانه وتعالى انزل عليهم اربعه الاف من الملائكه، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. هؤلاء الاربعه الاف ملائكه الذين انزلهم الله سبحانه وتعالى. في غزوة بدر على على رسول الله صلى الله عليه واله فكان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ايضا الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا للامام الحسين عليه الصلاه والسلام انزلهم عليه في يوم عاشوراء. فخير اما تريد النصر فهؤلاء الملائكة يبيدون عسكر الاعداء واما الشهادة أنت مخير، لكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اختار الشهادة. لماذا اختار الشهادة؟ لأن في ذلك كان رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الله رضانا أهل البيت. والأنبياء والأئمة يختارون رضا الله على رضاهم، على رغبتهم. فالله سبحانه وتعالى كان يحب ان يستشهد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لماذا؟ لانه كانت له درجه لا ينالها الا بالشهاده. في الحديث ان لك درجه لا تنالها الا بالشهاده. فالله سبحانه وتعالى كان يريد ان يوصل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام الى تلك الدرجه. فلذلك كان يحب استشهاد الامام الحسين. وإن كان تشريفا للإمام الحسين خيره إذا نريد نمثل فد مثل بسيط أنت عندك أب مريض يحتاج إلى أن تعينه مثلا فأبوك يقول لك أنت روح إلى شغلك إلى عملك أنا أدبر حالي بس أنت تدري أنه في قرارة نفسه يريد أن تعاونه صحيح هو ده يخيرك هو يقول لك اصلا روح روح على شغلك لا تأخر نفسك لاجلي لكن انت الولد البار تبقى وتعينه لماذا؟ لانك تعلم بانه يحب ان تعينه هسه يقول لك انه روح هذا من باب قضيه اخلاقيه مثلا ما يريد انه على كل حال يكلفك لكن انت تعلم فتبقى. هذا كمثال لتوضيح الفكره. الله سبحانه وتعالى خير الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بين النصر وبين الشهاده. لكن الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يعلم بان الله يحب شهادته، لماذا لمصلحه هي ان ينال تلك الدرجه والان سنذكر تلك الدرجه ما هي. فلذلك اختار ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، رغم انه كان مخيرا بين ان ينصر بالملائكه فيباد اعداؤه، وبين ان يستشهد. زين شنو هي تلك الدرجه؟ تلك الدرجه هذه في حديث يرويه محمد بن مسلم عن الامام الباقر. ثم يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عوض الحسين عن قتله أن جعل الأئمة من ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته وزائريه في طريق زيارتهم لا تعد من أعمارهم هذه الفترة ذاهبا وجائيا زين هذه أربعة أمور الله سبحانه وتعالى عوض الحسين عن قتله زين محمد بن مسلم سمع هذا الكلام من الإمام الباقر بعد سنوات سمع هذا الكلام أيضا من الإمام الصادق هو كان فقيه مستوى كان قد ارتفع خطر في بال السؤال فقال هذه خلال يعني هذه خصلة هذه خلال تنال بالحسين يعني الآخرين استفادوا من الإمام الحسين ذلك أولاد الإمام الحسين استفادوا من شهادة الإمام الحسين بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم أئمة المؤمن الله سبحانه وتعالى يشفيه عبر تربة الإمام الحسين المؤمن دعاؤه يستجاب تحت قبة الإمام الحسين في ذهابه للزياره وايابه هذا لا يحسب من عمره هذه اخرون انتفعوا ببركه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فما له في نفسه هو شنو حصل؟ الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول ان الله الحقه بدرجه رسول الله صلى الله عليه واله لان رسول الله افضل من الائمه عليهم الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى اراد ان يلحق الائمه بدرجه الرسول، وهذا الامام يقول الامام الصادق هذا يقول ما وردت في الايه الشريفه في سوره الطور: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. زين فالله سبحانه وتعالى أراد أن يلحق الأئمة بدرجة رسول الله صلى الله عليه واله، كل واحد بطريقه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام طريقة إلحاقه بدرجة رسول الله صلى الله عليه واله كان عن طريق شهادته. فلذلك اختار لقاء الله سبحانه وتعالى. طبعاً عندنا رواية أخرى أن الملائكة رجعوا إلى السماء ثم الله سبحانه وتعالى أهبطهم مرة أخرى. جاءوا حينما كان قد قتل كل أصحاب الإمام الحسين وأنصاره وأقربائه فقالوا إنك قد بلغت تلك الدرجة مثل ما إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما الله اختبره فحينما أنام إسماعيل ليذبحه ووضع مديته والسكينة على رقبته وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الدرجة اللي هي درجة الإمامة وصلت إليها نجحت بالامتحان زين فقالوا إنك قد بلغت إلى تلك الدرجة نجحت في الامتحان الآن أنت مخير أيضا بين النصر وبين الشهادة فالإمام اختار الشهادة لماذا؟ وفاء بأصحابه الذين قتلوا من أجله لا خير في الحياة من بعدهم عن أبي جعفر عليه السلام قال أنزل الله تعالى النصر على الحسين يعني الملائكة معهم النصر حتى كان ما بين السماء والأرض يعني ملأوا السماء أو الملائكة كانوا لا هم على الأرض يقاتلون مع الإمام الحسين ولا هم في السماء بعيدون غائبون عنه حتى كان ما بين السماء والارض ثم خير النصر او لقاء الله فاختار لقاء الله سبحانه وتعالى وفي الحديث وفي الايه الشريفه وللآخرة خير لك من الاولى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين